نشير أيضا إلى بعض مصادر الحدث: مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 جنديا إسرائيليا في عمليات كانت تتم على الحدود مع لبنان. أيضا كاميرا العربية رصدت حجم الدمار الهائل الذي طال معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا جراء غارة إسرائيلية استهدفت المكان فجر اليوم، ما أوقف حركة النزوح إلى سوريا بالكامل.